مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان بين شوطي مباراه الاهلي والزمالك في بطوله السوبر الافريقي لكره اليد. الحمد لله انتهى الشوط الاول بتقدم الاهلي ب 10 مقابل 9 لفريق نادي الزمالك. كانت مباراه مثيره، الشوط الاول كان شوط مثير، شوط حماسي بين كلا الفريقين، كان هناك هجمات واعده وهجمات حقيقيه للعديد في الفرص الحقيقيه بين الفريقين. يمكن حارسي المرمى تميزوا بشكل كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي وفريق نادي الزمالك، لكن في هذه اللحظات وتعقيبا على احداث الشوط الاول معايا اثنين من نجوم فريق النادي الاهلي، بدايه كابتن محمد اكسم لاعب فريق النادي الاهلي وكابتن عبد الحميد العربي ايضا لاعب فريق النادي الاهلي. اكسم في البدايه برحب بيك، يمكن انتوا خارج قائمه المباراه بسبب الاصابه، لكن محتاج اطمن على الاول على حالتك الفنيه وان شاء الله انت موجود في البطوله الافريقيه. والله هو لسه يعني مش اكيد ان انا موجود، انا لسه راجع من اصابتين ورا بعض الحمد لله، يعني قدر الله ما شاء فعل وربنا يسهل ان شاء الله والفرقه تقدر كده كده ان شاء الله نكسب النهارده ونكسب البطوله الافريقيه باذن الله. تقدم الاهلي في الشوط الاول ب 10-9 وكانت هناك مباراه اخرى وكانت الاخيره للفريقين منذ ايام قليله في بطوله الدوري وفاز الاهلي، مؤشر ان شاء الله في النهايه ولا تعقيبك على هذه المباراه حتى هذه اللحظات؟ والله هي ماتشات طبعا الاهلي والزمالك عمرها ما بتبقى يعني معروف نتيجتها، الفرقتين تقال، الزمالك دعم باثنين من بره قائمته، احنا دعمنا بحماسه، ماتش جامد طبعا، بس احنا الفكره كلها ان الفوز اللي حصل من اسبوع ده يفرق معانا كنفسيا، انما طبعا كله في الاول وفي الاخر بيبقى على حسب الملعب. يعني الفرقه ادت الحمد لله الى حد كبير في الشوط الاول كويس، بس كان في فرصتين ثلاثه ممكن يوسعوا الفارق عن كده، بس ان شاء الله الشوط الثاني ان شاء الله نقدر نخلص الماتش من بدري باذن الله. كان في تميز لحارسي المرمى سواء في الاهلي او الزمالك، انقذوا العديد من الفرص وحتى مجمل نتيجه الشوط الاول مش بالسكور العالي. هو طبعا 10-9 ده في الهاندبول ده قليل، يعني الدفاع كان قوي في الفرقتين، وانا شايف ان احنا كان ممكن عندنا فرصه نزود السكور شويه، بفرصتين ثلاثه ضيعناهم كانوا سهلين شويه. طبعا محمد عصام ربنا يوفقه، هو ما شاء الله يعني شال كور مهمه وفي وقت حلو، وان شاء الله يقدر يكمل على كده الشوط الثاني، وان شاء الله ناكد احنا بس الشوط الثاني بقيه الفرص بتاعتنا ونقدر نهاجم كويس وناكد في دفاعنا زي ما هو، وان شاء الله نخلص الماتش باذن الله. ايضا بينضم لي، بشكرك يا اكسم، ايضا بينضم لي في هذه اللحظات عبد الحميد العربي احد لاعبي فريق النادي الاهلي واللي متواجد في يعني خارج قائمه هذه المباراه. عبد الحميد برحب بيك على الشاشه قناه الاهلي هنا في استاد القاهره بين شوطي المباراه، لكن عايز اطمن على حالتك، يمكن عدد كبير من اللاعبين غايبين للاصابه وايضا معاكم ممدوح طه غايب ايضا للاصابه. طبعا في ناس كتير قوي جايبين بسبب الاصابه، ولا انا بس خارج القايمه بس اسباب فنيه بس مش اكتر، الحمد لله انا سليم الحمد لله مفيش حاجه. طيب القايمه الافريقيه او البطوله القادمه مش هتبدا من بكره باذن الله، متواجد ولا لسه الاعلان النهائي؟ لسه شويه مش عارفين، يعني محدش عارف بالظبط الناس الموجودين، بس في طبعا عوامد اساسيه في الفرقه طبعا موجوده هي اللي عارفه اللي هي موجوده، بس طبعا الاختيار الاخير ده بتبقى طبعا المدير الفني. طيب مجريات المباراه والشوط الاول، يعني ان شاء الله في تفاؤل للشوط الثاني ولا الشوط الاولي فالاهلي اشتغل بشكل جيد كمان؟ بص انا متفائل جدا في الشوط الثاني، احنا عملنا شوط اول هايل جدا، يعني كل اللي ذاكرناه كل اللي حضرناه له كان حصل في الماتش وماشيين بنفس الريتم اللي احنا عايزينه، بس انا متفائل الشوط الثاني ان شاء الله نعمل اداء احسن من كده بكتير وان شاء الله نكسب الماتش باذن الله. باذن الله. اول مباراه في استاد القاهره شايفه ازاي؟ يعني كانت المباريات دي بتقام طبعا في صالات صغيره، حتى لما كانت مباريات الافريقيه بتتلعب بره مصر المباريات الاعوام الماضيه ما كانتش في الاجواء الجماهيريه يمكن حتى لو العدد قليل، لكن شايف الجو ازاي؟ بص طبعا هو حاجه تفرح طبعا للماتش السوبر طبعا ده في اللي بيتلعب في الاستاد، بس اللي يعني اللي زعل شويه الجماهير، بس مفيش حضور كبير من الجماهير، بس حاجه تفرح يعني طبعا حاجه تفرح. انا بشكرك يا عبد الحميد وبالتوفيق يا رب ان شاء الله الفتره الجايه. ايضا بينضم لي في هذه اللحظات هادي حميدو لاعب فريق النادي الاهلي، برحب بيك في البدايه وعايز اعرف تعليقك على الشوط الاول وتقدم الاهلي 10-9 وان شاء الله نبارك لكم بعد نهايه المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم، والله احنا الحمد لله ماشيين كويس ومستوانا كويس قوي في الشوط الاول مع بعض الحاجات اللي ان شاء الله نعدلها وماشيين كويس، حتى جرينا فاست بريك ما اتجراش علينا فاست بريك والحمد لله كله تمام يعني كويسين. جو المباراه في استاد القاهره عايز اعرف تعليقك عليه. طبعا الجو مختلف وكان نفسنا يبقى فيه جمهور اكتر، لكن ده يعني عشان الامن وكده، بس طبعا الماتش ليه شكل خاص سوبر افريقي والاهلي والزمالك كمان. هذه المباراه انت خارج السكور، يعني
هتبقى موجود في القائمه الافريقيه في البطوله ولا برضو عايزين نعرف اسباب غيابك؟ ان شاء الله يعني نشوف الجهاز الفني هيعمل ايه وان شاء الله ابقى موجود ان شاء الله. العناصر الموجوده الاهلي ان شاء الله قادر باذن الله الفوز بالبطوله. الله ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله ربنا يخليك شكرا. طبعا كل مشاهدي قناه الاهلي وانا معاكم على هواء مباشره من استاد القاهره الاجواء حماسيه الاجواء رائعه بشكل كبير جدا عدد الجمهور المتواجد لو بنتكلم مثلا في حدود 1000 دعوه تم طرحها لهذه المباراه يمكن تم توزيعها بين كلا الناديين بشكل عام.